هذه الحرب العالمية الأولى. طبعاً وخلال العقود الماضية الحصول على التعويضات لضحايا هذه الإبادة. طبعاً معنا اليوم مجموعة من المحاورين، أتمنى يكون هالبرنامج مناسب للكل. طبعاً بداية المنتدى تبعنا رح نبدأ مع مداخلة للأستاذ وائل خير، المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني في لبنان، وهو الإبادة السريانية السيف والمسارات القانونية للاعتراف بالعقوبة. رأيت أن رفع كلمة لمتابعكم مكتوبة ربما كان أوفى بالمطلوب من تسجيلها شفهيا. الأوسط اليوم منتدى سيفو، هذا المنتدى الذي من خلاله سيتم تسليط الضوء على الوقائع والنتائج التي كانت لمذابح سيفو اللي قامت فيها الدولة العثمانية، وكيف خلال 9 سنوات بعد 100 لم تنل الاعتراف الدولي أو الداخلي أو الإقليمي بشكل يعيد حقوق هذه الشعوب التي تعرضت للإبادات، سواء كان الإبادة الأرمنية أو إبادة الشعب السرياني الآشوري الكلداني وحتى اليونانيين والبنطيين. اليوم من خلال هذا المنتدى نتطرق إلى الوضع القانوني والحقوقي وجميع الفعاليات والنشاطات والمطالبات اللي قامت فيها الحركات والتنظيمات السياسية السريانية الآشورية والشعبية، أيضا من أجل أن تبقى هذه الذكرى حية في أذهان وفي قلوب جميع أبناء شعبنا السرياني، وحتى يصل صوتنا إلى جميع أنحاء العالم وننال الاعتراف الدولي الكامل بهذه الإبادة الجماعية التي حصلت بحق شعبنا السرياني الآشوري الكلداني والشعب الأرمني، وأيضا من أجل الضغط على الدولة التركية حتى تعترف بما قام به أجدادها بحق شعبنا، ومن أجل أن تقدم الاعتذار وتعوض المتضررين من شعبنا اللي تعرض لأبشع أنواع الإبادة التي طبق ومورس فيها جميع أنواع الممارسات الوحشية على شعبنا، وخاصة على المرأة السريانية اللي وقعت عليها هذه الجرائم بشكل كبير جدا، مما تعرضت له من سلب واختطاف وتقتيل وقتل وتعذيب وتهجير وسوق في المجموعة من خلال المجموعات السوق اللي قاموا فيها الأتراك أو الدولة العثمانية، وتعرضت فيها المرأة للمقايضة للبقاء على دينها أو ترك دينها من أجل أن تبقى حية، والمقايضة على جنينها ومقايضة على الاغتصاب أمام أطفالها وأبنائها وزوجها وعائلتها وجميع أنواع الأساليب والممارسات الوحشية التي طبقت على المرأة وعلى الشعب السرياني. واليوم نحن كنساء سريانيات نحمل بداخلنا جرح عميق لما تعرضت له جدادنا من آلام وتعذيب ومآسي، لذلك ستبقى هذه القضية حية في قلوبنا، وسنبقى إلى آخر يوم نطالب بحقوق الشعب السرياني وحقوق المرأة السريانية بما تعرضت له من هذه المجازر على يد الدولة التركية، باعتبار الدولة التركية هي سليلة السلطنة العثمانية والإمبراطورية العثمانية، وما زالت تمارس نفس الممارسات على شعوب المنطقة وعلى جميع الشعوب. وإن لم يتم الاعتراف بهذه الإبادات ستبقى مستمرة بإباداتها على الشعوب، ولا بد أن يرجع الحق لأصحابه. هي 6 ملزم القانون 19 عزل التبدلات الكبرى من سخرية الأقدار، أن الإصلاحات العثمانية والحرص على إعادة الملايين من المسيحيين. السبب يعود إلى إلغاء نظام ثم أدت إلى مدافع تلاحقات المسيحيين في سوريا ولبنان، كما أن حركة الاستعوانة والبوسنة. رأينا في البوسنة
خلال التسعينيات من القرن الماضي في الفترة التي فصلت بين انهيار الاتحاد السوفيتي الجماعية. الطريق ما يزال طويلا أمام ناشطي حقوق الإنسان وضحايا الإبادات الجماعية هذه المجازر الإبادة أو الإبادة الجماعية السيفو مقتصرة هي استمرار النشاطات المختلفة من اعتصامات وتظاهرات وغيرها لمطالبة المؤسسات التركية والغربية بالاعتراف بالإبادة. النقطة الثانية هو مخاطبة الجهات والمنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية للقيام بواجبها تجاه الإبادة السيفو وتبعاتها على الشعب السرياني. والعمل على إدراج مواد صارمة أو في القوانين الدولية لتجريم الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها سواء المستقبلية أو السابقة. النقطة العاشرة طلب من الدول العظمى والمنظمات الإنسانية تقديم طلب للاعتراف بالإبادة الجماعية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات القانونية الثانية. النقطة 11 تكثيف الاتصالات والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والشعبية اليونانية والأرمنية بخصوص الإبادة وإقامة نشاطات مشتركة. طبعاً نشكر مرة ثانية بختام المنتدى كلياتكم على جهود عم تقوموها كل واحد بالمجال التعارف والجهود أو الأفكار والمقترحات اللي قدمتنها هون. ومرة ثانية نأكد مواصلة العمل بجدية لتحقيق أهدافنا الإنسانية المشتركة وبناء مجتمع ومستقبل إن شاء الله يعم السلام وازدهار الجميع. شكرا لك يا اخي.